بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا. أرضنا الطيبة وأكيد السودان هو سمح وطيب بأهله بناسه وبأرضه بزرعه بضرعه وبكل أبنائه اللي هم دائما بسواعدهم القوية يبنوا هذا الوطن الحبيب السودان. ويمكن نحن في واحدة من الرقع الجميلة داخل السودان حنجوب فيها وحنشوف فيها مشكلات وكيفية حلها وأيضا إنجازات اللي تم تحقيقها. سهام. نعم، من أبناء السودان وفي العالم أجمع معروف أنه السلطة الرابعة الصحافة اليوم التحية بيجاهدوا بيقاتلوا بقلموا من أجل السودان أفضل، من أجل المجتمع أفضل، من أجل تصحيح المجتمع كل الظواهر السالبة. الوادي الأخضر ارتبط بالصحفيين منذ البدايات، هذا الحي الحديث الجميل اللي أصبح عريق بسكانه وبالعمران اللي فيه. الآن في إنجازات، في بعض السلبيات المفترض يعني نوضحها على أساس أنه تصلح وتليق بهذه السلة وهذه الفئة صحيح المحترمة والتي تقدم للسودان ولا تستبقي شيئا. معانا مجموعة من الضيوف أو ضيفين كريمين حنتكلم معهم في الجانب ده، وتحية لكل اللي في الوادي الأخضر، سكان الوادي الأخضر اللي بيتابعونا. قديما كان بيقولوا إنها بعيدة، لكن حاليا ما شاء الله يعني بعد العمران وكذا صارت قبلة لكل المستثمرين، لكل الناس اللي حابة تسكن في جو نقي، جو في مجتمع تكافلي جميل، الناس اللي حابة تسكن بعيدا عن ضوضاء العاصمة وبعيدا عن عوادم السيارات وعن رهق الحياة اليوم المضني الموجود في قلب الخرطوم. فلكم التحية، منورين لنا كثير اليوم. أولا أسعد بالأستاذ عبد الوهاب موسى ومنور قناة الهلال، مرحبا بك. بارك الله فيكم، ونحن سعيدين برضو نطل عبر شاشة الموجة الأزرق شاشة الهلال صراحة، لأنه عهدنا إننا تقيف مع الناس دائما في حاجاتهم وسباقة دائما في دعم الناس فيما يلي الخيرات. إحنا في الوادي الأخضر يعني نسعد دائما أن نكون برضو عندنا شكل من أشكال الشراكة مع قناة الهلال عشان نقدر على الأقل نوصل رسالتنا وهي برضو تعكس حاجاتنا الموجودة. إحنا صراحة حي جديد وبنتطلع الوادي الأخضر طبعا يعني فيه ثلاثة أو أربع مربعات منتظمة، الأربع مربعات المنتظمة دي يعني أستاذ عبد الوهاب طبعا يعني بولاء وبحماس للوادي الأخضر عايز أعرفنا عليه بسرعة، إحنا عايزين تعريف أكبر من كده. نعم أستاذ الصحفي المعروف الكاتب المعروف، أنا سعيدة اليوم أولا ألتقيك لأول مرة تقريبا وجه لوجه يعني من ذات القبيلة، وبحييك على هذا الولاء الكبير، وبحيي أيضا الأستاذ رجل الأعمال والناشط المجتمعي الأستاذ خالد جنبلان أيضا من ذات المنطقة ومن ذوي الأياد البيضاء. صحيح، مرحب بك. مرحب بك، ونحن بنشكرك وبنشكر القناة على الاستضافة، ودي تقريبا المرة الثانية يعني. صحيح، قبل كده استضفتونا برضو في موضوع كان مرتبط بالراحل زكريا حامد، برضو كان موضوع بتاع مدرسة بنات. فزي ما قال الأستاذ قناة النيل أو قناة الهلال معروفة يعني، فنحن شاكرينكم وعبركم من حي كل الشعب السوداني على المستوى اللي احنا وصلناه من السلم والأمن الآن، وأتمنى أن السودان يتقدم وكل المناطق تتقدم يعني إن شاء الله. عود ليك أستاذ عبد الوهاب عشان تعرفنا باستفاضة عن ما بدأت من حديث عن الوادي الأخضر. زي ما ذكرت انه الوادي الاخضر صحيح رقعة جغرافية يعني بعيدة عن مركز الخرطوم، مركز صناعة الغرار ومركز الخدمات الاساس، وهي طبعا كمنطقة الان فيها اربعة مربعات منتظمة اللي هي حي الصحفيين وثلاثة احياء اخرى. طبعا اشهر ما في الوادي نفسه اسم السيل، يعني السيل كالعادة قاعد يهدد الوادي سنويا، ودي واحدة من الحاجات اللافتة النظر انه ده الوادي. فالوادي صراحة يعني الان كان وادي غير ذي زرع، ولكن افتكر انه الان يعني بالناس سكنوه صار اخضر بحق صار اخضر. نعم، لانه صراحة الناس يعني بقى اخضر بسواعد الناس، بسواعد الخيرين، بسواعد الناس الداعمين
فالآن كل الخدمات الاحتياجية اليومية موجودة فيه حاليا. صحيح، كل الخدمات الآن تستطيع أنك تصل في وقت وجيز. يعني المركز الأساسي بالنسبة لنا في الوادي حل الكوكو، يعني صحيح أننا مركزنا من الخرطوم بعيد جدا. الناس يعني سوق الأساسي أول محطة الأساسية بالنسبة لها حل الكوكو، بعد ذاك العبور للخرطوم. لكن صحيح يعني الوادي الآن رغات زي ما قلت فيه رجال أعمال قامين بدور كبير جدا، يعني عملوا جهد كبير جدا، لكن عندنا إشكالات كثيرة جدا أفتكر دايرين نلغي الضوء عليها، ولكن خلونا يعني نشوف معاكم إنجازاتنا على الأقل عشان نحفز الناس، ما نبدأ ونقفل الناس من البداية ونقول لهم والله الوادي عنده إشكالات. جميل. لكن الوادي فيه إشراقات صراحة. طيب عموما استاذ عبد الوهاب استاذ خالد، يعني نحن استكمالا لحديثكم في صور حنشاهدها مع بعض للانجازات اللي تم تحقيقها في الوادي الاخضر، وبالاضافه انه نتكلم عن مين اللي انجز او ساعد من ابناء المنطقه او كان في رجال اعمال قائمين وانت واحد منهم استاذ خالد، برضو تكلمنا عن الانجازات دي وحجمها. خلونا نشاهد مع بعض عبر الصور. ممكن يا سهام شاهدنا من خلال الصور يعني إنجازات حقيقية هي على أرض الواقع، مدارس ما شاء الله أو مدرسة مرحلة الأساس وأيضا مستشفى تم تنفيذه. كلمونا أكثر أستاذ خالد عن الإنجازات اللي تم تحقيقها واللي بالأخص شفناها عبر الصور. حقيقة المدرسة دي أول حاجة مدرسة أساس بنين، يعني كانت فاقدة حتى الإجلاس والمكاتب بتاعت المدرسين والمدرسات، يعني الوضع متردد جدا حقيقة. فإحنا تفكيرنا وهدفنا الشلب دارين نصليه ودارين نعمل مدرسة نموذجية بيئة صالحة، لأن الطالب يعني بيمشي المدرسة والتلميذ بيمشي المدرسة البيئة لما مهيئة صعب جدا إنه يقرأ. فحقيقة يعني أول خطوة وفرنا الإجلاس. يعني جميل. الخطوة الثانية بدينا بشفت الستائر حاجات دي بتأسيس مكتب المدير، يعني نهيئه وهيئناه فعليا. حتى العلم ده احنا كنا نفتقده. يعني انتهينا بعد كده المرحلة الجاية، بعدين نبدأ في تشجير وجير وحاجات بسيطة الباقي. يعني 75% من الشغل ده تم او تهانينا يعني لسه طبعا ماشيين فيه نعمل مناشط رياضية، عمل مسرحي ما شاء الله، يعني الصحفيين دي ما قصروا، عندنا فكرة بتاعت إصدار صحف مدرسية، يعني عايزين حاجة متكاملة. احنا حقيقة المستوى ذاته بتاع المدرسة تعبان، يعني يمكن عبد الأستاذ عبد الوهاب يكلم مدرسة البنات أشطر من الأولاد. عادة البنات أشطر من الأولاد طبعا، فالسنة لازم استثمر. فالسنة الجاية إن شاء الله إحنا قاعدين تحدي إنه الأولاد يكونوا أحسن من البنات. يا رب. ووجدنا يعني تعاون من الناس، أنا طبعا بحكم علاقاتي اتصلت بجهات كثيرة دونا حاجات ممتازة. وإن شاء الله الجهد ماشي. الآن عندنا في الشاشة ده الشكل الجديد للمدرسة. جديد. أيوة. شفتي مكتب المدير اللي بدينا من هناك نحن. شفتي مكتب المدير. الأهم من البيئة المدرسية كمان المستوى الأساتذة، أن يكون في أساتذة متوفرين في يعني الكتب كذا، والبيئة مهمة طبعا يعني كل. والله تقريبا ما عندنا فيها مشكلة. يعني المدرسين والبيئة ومدير ذاته ما شاء الله يعني. لأول مرة يجينا مدير إنسان very interested، يعني المدرسة دي كانت غير منضبطة كثير، يعني غير فيها الاتجاه حتى جاء مكتب التعليم. يعني ما عايزين نتكلم عنه كثير عشان المدارس الثانية ما تشيله مننا، يعني أستاذ أهلا بكوريا تكون حصرية عليكم. لا ولا أقول لكم مدام أنتوا بيتبادلوا الحب، نحن متفائلين يعني. نحن متفائلين، أولادنا بيقروا في المدرسة. أنا عندي ولدي قدري ما حاولت أوديه مدارس خاصة أبا قال لي أقرب في المدرسة. وتعود على البيئة والأصحاب. نحن كمان عايزين نوجد، يعني أنا جات مديرة التعليم زيارة قلت لها أتحداك إن شاء الله لغاية بداية واحد تلقينا أحسن مدارس المنشية والرياض إن شاء الله. إن شاء الله. أنت عليك دائما يمكن في الهلال بنطلق صرخة إنه هي مبادرة، عودوا للمدارس الحكومية ادعموها وسيبوا أولادكم، لأنه أساسا المدارس الخاصة
أرقام مرهقة جدا فلكية. ودون جدوى يعني حتى البيئة ما هي بالمواصفات المطلوبة الأساسية صحيح. لكن بس هي أصبحت عقدة المدارس الخاصة. خلونا نعمر المدارس الحكومية ونرجع لها هيبتها زي كل الدول. المدارس الحكومية هي الأعلى صحيح. من المدارس الخاصة تمام. فجميل أنكم بديتوا بالخطوة دي، وإحنا دائما بنقول إحنا الشعب قدرنا أنه نصنع حاجاتنا بنفسنا ونصنع مستقبلنا بنفسنا، فكونوا أنه رجال الأعمال وأنه أبناء البلد هم اللي يدعموا وما ينتظروا الدعم من الدولة، فدي خطوة موفقة جدا، وأكيد بتنصب في أنه الحي حيكون من أفضل المناطق في الخرطوم إن شاء الله يا أستاذ عبد. وقدر التحدي طبعا أكيد. والله في الحقيقة يعني بقت الآن مسؤولية على عاتق الناس كبيرة جدا في الوادي الأخضر بالذات، يعني في بعض الفاعلين في الحي، فهم كل ما شافوا إنجاز وشافوا إنه والله المدارس الخاصة ما عادت زي ما كانت زمان بيجوا بحاولوا يدعموا المدارس الحكومية. في الحقيقة يعني برضو الحافز الأساسي في المسألة دي مدرسة البنات، مدرسة البنات الصحفيين السنة حققت يعني المرتبة الأولى افتكر في على مستوى الوحدة، واحتفلوا قبل 3 يوم يعني احتفال ضخم فيه إدارات التعليم والأعيان من المنطقة. تهانينا اليوم، خليكم مسيطرين كده دائما. نعم صراحة يعني نجاح مستحق، والاحتفال ذاته يعني كان يعني صراحة حاجة ضخمة وحاجة فيها اعتبار صراحة للطلبة للمعلمات للمعلمين، فكان احتفال جيد يعني صراحة بكل مقاييس. ده برضو حافز للتلاميذ وحافز للبنات الجايات وراء الزميلات ومن نجحوا ديل، وبالتالي بقت تحدي كبير. حتى الأسر ذاتها برضو بقت على عاتقها تحدي كبير جدا، إنه ما دام في بنات السنة اللي فاتت عبروا وحققوا النجاح وحققوا مرتبة أولى، بالضرورة إنه البنات الجايات تاني يكونوا برضو بمستويات ما أقل منهم. والتحدي ده احنا نقلناه زي ما قال الأستاذ خالد، نقلناه هنا لمدرسة الأولاد، فقلنا لهم يا جماعة البنات تفوقوا في المرة دي، لأنكم على الأقل ما تقلوا منهم في النجاح. فهم الآن برضو يعني التحدي قدامهم كبير، وصراحة احنا عندنا مدير يعني زي ما قال الأستاذ خالد مدير يعني زول قاية في الانضباط وحريص، حتى يوم الجمعة بيجي صراحة. ماذا نتكلم زي ما قال خالد عنه كثير، لكن صراحة كل ما أجي المدرسة بلقاه موجود حريص على أنه يحقق نجاح. وصراحة ضبط المدرسة لأنها قريبة من السوق، وكان يعني الناس كان بيشكوا منها والناس بيتضجروا من أنه واحد يودي ولده على المدرسة القريبة من السوق لإشكالات الأسواق المعروفة. فلكن الآن يعني المدرسة بقت غبنة، كثير من الناس بيلاقيك في الشارع بيقول لك يا أخي والله المدرسة الآن بقت جاذبة، وجابوا لها إدارة يعني قادرة على أنها تخلي تعمل تربية في المدرسة قبل التعليم صحيح. فده حافز، أنا أفتكر حافز كويس جدا. يعني في مجموعة بتاعت مدارس تانية برضو نفتكر برضها يعني في السنة دي والسنة الفات برضو حققت نجاحات جيدة، لكن إحنا نطلع لأنه مدارس الوادي الأخضر تكون مدارس نموذجية، يعني سواء كان على مستوى البيئة النموذج ده، على مستوى الانتاج في انه الناس تتفوق، او على مستوى التربيه برضو وفي الايمان. طيب استاذ عبد الوهاب واستاذ خالد، يعني ما احنا بنتشارك الحديث، شفنا انجازاتكم من خلال التعليم، وطبعا دي من اولويات الاشياء، نمشي الى الصحه وهي طبعا ما بتقل من التعليم، فانجزتوا ايضا مستشفى، حنتكلم عن انجازه، وبرضو دايرين نشمل الامن معانا، أمن المنطقة، وهل عندكم بعض الانفلات الأمني نقدر نقول، أو المشكلات اللي بتواجه مواطن أو إنسان المنطقة هناك في الوادي الأخضر؟ أستاذ خالد. والله طبعا المستوصف الموجود ده مستوصف مؤهل جدا يعني، لكن الآن يمكن بتنقص الحاجات التشغيلية البسيطة، احنا قلنا ننتهي من المدرسة ونقبل على المستوصف، لأنه شايفين التعليم يعني في مرحلة أولى يعني وحاجة أساسية، وأكشو اللي هو شغال الآن يعني مدارس فاتحة نعم. وعايز الضغط، ولقينا مدير يعني بصراحة كده يعني يستحق المساندة نعم. بنطلع من هنا بنمشي للمستوصف ما مشاكله كثيرة يعني. لكن حقيقة الأمن ده كلام مهم وتوقفت عنده أيوة.
نحن بنعاني معاناة شديدة. يمكن كان أول امبارح كان في اجتماع أنا ما حضرته قطاع عيان، على أساس إنه إحنا نكون لنا لجنة نباشر، لأنه كان عندنا النقطة بتاعت اللي بسموها الكبسولة ولا أيوة بس الأمن الشامل، وهي ما كفاية الآن كمية الجنوبيين، يعني عدد كبير جدا من الجنوبيين، ويشكلوا لنا خطر بالمناسبة في الوادي الأخضر. هي الشرطة متواجدة لكن not quite enough، زي ما يعني ما كفاية بالمطلوب. يعني في مشكلات، في مشكلات أمنية، يعني حصلت حصل سرقات، حصل ضرب بالأسلحة البيضاء اللي استخدموا السكاكين طاحنوا، في نسوان قلعوا مننا التلفونات، في عندنا ميدان كده عليه سوق. نحن طبعا بنحيي اخواتنا الجنوبيين، ويعني في بعض انت ذكرت الان في بعض المجموعات هم ما اخواتنا الجنوبيين، يعني لا ما كلهم صوره اليوم التحيه، لكن في مجموعات هي مشكله البلد ككل، اللي هي كانت تسعه طويله بين قوسين، يمكن يعني عذبت الامن في البلد بسرعه والشرطه فقلت، ونتمنى انه تقل عندكم ايضا، ولجان المقاومه شباب الاحياء يتضافروا مع مركز الشرطه اللي عندكم، وان شاء الله الامور تمشي. يعني فهم دين مجموعة من المتفلتين في البلد، يعني بصورة عامة نحن بنقول يعني ربنا يهديهم يحمينا منهم. عملتوا ايه عشان يعني تقدروا تتجاوزوا النقطة دي؟ والله هو لما قلت لك الآن طبعا كان في اللجان بتاعت المقاومة، والآن المسألة بقت في الأيام اللي فاتت ما معروفة من هو الكنترول يعني، فقعدوا يمكن شكلوا لجنة من 17 شخص من المربعات كلها، على اساس انه نقابل المسؤولين من الشرطه يعني. وانا حقيقه يعني يمكن بصوره شخصيه اتصلت بالفريق عيسو، انا بحييه من هنا، جاوب معنا جدا وقال لي نحن ممكن نقدم لكم اي مساعده امنيه، لانه استقرار منطقه الوادي الاخضر هي بالنسبه لنا زي حاجه طرفيه يعني، حاجه مهمه جدا. فبنتمنى انه نحن الايام الجايه نقدر نمشي نقابله، على اساس انه نوريه اللي المطلوب شنو والشيء اللي احنا ممكن نقدمه شنو. فانا دا ارجع لكلامك، شايفك مساله الجنوبيين احنا مش بن يعني مش تقليل من قيمه الجنوبيين او طلعوا، لكن الكنترول مهم يعني. صحيح صح، يعني احنا اختربنا الاجانب اللي بيحصروهم صح، وبكون الواحد فيهم مسجل كل بياناته بدقه، وبيصنفوا منهم المجرمين المفروض يعزلوهم من الناس، ويقدموا لهم حتى الخدمات بتاعت من الحاجات العامة للمشاكل. ابن عبد الوهاب لما طلع على الفرن يعني الكمية بتاعت مثلا الخبز اللي بيطلع هو أقل من الكمية. أصبح ضغط السكاني، أصبح ضغط السكاني على أهل الوادي الأخضر. نتمنى أنه ما في منطقة بتخلو من المشاكل، لكن بتضافر أبناء أو تكافلهم صح بنتعدى الجوانب دي. زي ما أنت ذكرت أنه فعلا حاليا أنت كان التعليم هو المسألة الأولى، والصحة أيضا، وإن شاء الله كل الخدمات الأخرى. كان في مشكلة توصيل الكهرباء والمياه من فترة وكذا، كلمنا عن الخدمات الأخرى اللي نطمئن الناس أنه والله الوادي الأخضر أصبح يعني من أرقى الأحياء اللي ممكن الناس تقصده وتقول بسم الله تيجي تسكن بعد كده. وفي الحقيقة الآن المواصلات متيسرة وسهلة ومتوفرة بكثرة، ما فيها إشكالات أصلا. الموية برضو اليومين دي ما فيها إشكالات البتة، لأنه الشتاء برضو ساعدنا يعني البرودة دي. صحيح الموية من وقت لآخر بتقطع لأنه الضغط عليها كبير. طبعا في غورة كثيرة جدا يعني على طول الخط بتاع الموية المربوط بالوادي الأخضر، فبرضو في توصيل عشوائي هو مؤثر على حصة الناس في الوادي الأخضر، الناس الأحياء المنتظمة. فده برضو احنا نتمنى انه تحصل فيه معالجة، ده إشكال. الحاجة برضو انا دار ارجع للجانب بتاع الصحة. صراحة يعني انا اكثر من مرة دائما بقول انه والله مركز صحي الوادي بئر معطل وقصر مشيد. في الحقيقة يعني مبنى جميل أسس على انه يستوعب 50,000، لكن انا بصور انه الان لا، هو ما قدر المستوى ده. في اشكالات يعني احنا انا قعدت اكثر من مره مع المدير الطبي وتلمسنا معاه الاشكالات. الان برضو المركز يحتاج لمجلس امنا عشان ينهض بالمهمه. صراحه هو المركز الصحي الوحيد الواقع شرق الطريق الدائري
يعني شرق الطريق الدائري المركز الصحي الوحيد. بالتالي لانه ممكن الحالات بتاعه الحوادث الحالات الحرجه كلها ممكن استوعبها اذا تم ترفيعه للمستشفى. يعني احنا نطلع انه يتم ترفيعه للمستشفى عشان على الاقل يساعد اهل المنطقه هناك. وصراحه لانه الانتقال من حتى الان ما في اسعاف عشان لو زول حصل له مرض اقرب مستشفى هو مستشفى البان جديد وخدماته يعني معروفه بالنسبه لنا على قدر امكانياته. نعم المستشفيات الثانيه المستشفيات التجاريه طبعا قاسيه على الناس ظروفها معروفه. فبالتالي الضروره الملحه جدا انه يتم تطوير المركز ده ويتم ترفيعه لمستوى مستشفى عشان على الاقل يعني ازمات الناس ومشاكلهم دي خفف منها. ده ضروري. فيما يلي الامن يعني احنا صراحه باذلين جهد كويس زي ما قال الاستاذ خالد. احنا قبل 3 يوم جمعنا يعني الفاعلين في المربعات كلها الأربعة وتكلمنا عن يعني ضروري جدا انه نقدر نعمل قسم شرطة في الوادي الأخضر قسم كامل. وصراحة في مبنى الآن برضو هو برضو غصر مشيد وبير معطلة بنفس المستوى. ده خرابة مش كده بس يعني الآن المبنى ده له فترة طويلة أنا ما قادر أفهم ليه يعني مبنى لمنطقة هي آخر منطقة في ولاية الخرطوم من الناحية الشرقية ومهددة. والمحزن جدا إن المنطقة دي خارج التأمين ولاية الخرطوم. يعني الانتكازات والتأمين بتاع ولاية الخرطوم هو بالغرب من الحاج يوسف يبعد التأمين من أقرب من أبعد نقطة في الوادي الأخضر 6 كيلو. يعني صراحة لو حصل حالات نهب سلب غيره ما في زول بيقدر يعرف اللي يحصل شنو في الوادي الاخضر. اذا دي مناشده مباشره لكل المسؤولين باعتبار انه عاد نظر يعني في كل الشكاوى دي. وان شاء الله بكره احلى باذن الله ما دام ابناء المنطقه قلوبهم عليها بالشكل ده وبيحاولوا. كمان دعوه لكل ابناء المنطقه اللي عندهم اهالي هناك يعني يدكم معاهم وعشان تكون زي ما حابين تشوفوها بكره. إن شاء الله ربنا يوفقكم وتقدروا تنجزوا ما يعني تبقى من نواقص يعني للمرحلة الجاية إن شاء الله. سعدنا لكم جدا أستاذ خالد وأستاذ عبد الوهاب شاكرين ومقدرين إطلالاتكم وإن شاء الله تجونا بإنجازات كبيرة في المرة الجاية يعني من مركز صحي لمستشفى في كل نقدر نقول المعدات الطبية كل أبسط الأدوات الطبية كل الأطباء اللي هم عندهم خبرة أو كفاءة في منطقتهم وكل المدارس اللي هي الآن بتعاني من إشكاليات أو خلينا نقول نواقص لسه ما تميتوها أنتوا قلتوا حققتوا بنسبة 75%. إن شاء الله في المرة الجاية تجونا إن هي تحققت بنسبة 99.9%. إن شاء الله. شكرا لكم كثير. شكرا تسلموا كثير.